حرام تركض معي. كانت بايامها كانت ايام سوبر صعبه، يعني كنت اشتغل من الصبح لليل، من الليل للصبح، كرمال اقدر اقوم بحالي، لا اقدر اسس حالي مزبوط، لانه كنت اكل دروبي كتير قديما انا. وبوقتها كان الكل هيك متلهتنا ويهتنا ويتهمنا انه نحن فاشلين ونحن رح يطلع من قبل نشير. فمهم بطلع بزعل جوستي، بخبرها انا بعد انا وياها، بخبرها تزعل كتير، بتزعل لانه انا كان اهتمامي بالسفر مثل ما بقول واحد شاف شيء وخلص اندهش فيه، دهشت بالسفر كتير ونسيت انه في شخص هون بحبي كتير معي، هو اللي دعمني كل هالايام. من هالنقطه صدقوني بس شفتها هونيك نهار عم تبكي من ورا هالموضوع، قلت خلص ما بدها. صباح الخير، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واذا اول مره بتفوتوا بتحضرونا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وتكفوا معنا هيدا الفيديو. من بعد ما كان في كتير عالم طلبت منا انه نحكي عن قصة زواجنا، كيف تعرفنا على بعض وكيف تجوزنا، اليوم قررنا انه نصور هيدا الفيديو كرمال تنخبركم الخبرية. صح، ورح نحكي من اول ما بلشنا مع بعض بالتواريخ، يعني كيف حكينا مع بعضنا، كيف بلشت قصتنا، كيف تعرفت على جوستين انا، وكيف وصلنا لهون، وشو المصاعب اللي قطعنا فيها، وشو القصص الحلوة اللي قطعنا فيها، شو الميموريز اللي كانت حلوة بيناتنا، وكيف تصرفنا مع الايام الصعبة والحلوة. طب يقولوا على الحلو والمره، صح؟ صح. فخليكم معنا ان شاء الله بيعجبكم الفيديو والكونتنت. سو جايز، رح بلش انا اخبركم كيف بلشت قصتنا مع جوستين. انا قديما كنت اشتغل بمعمل الماظة على الدوره، فبشوف جوستين على الفيسبوك بس بايامها كنت احكي مع حدا يعني، وكنت باخر اخر مراحل الريليشن شيب مع هذاك الشخص، وشفت جوستين بقيت شعر اسود طويل، هيك كانت حاطه صوره على الفيسبوك كثير حلوه جذبتني. يعني انا كشاب عم بحكيكم من 4 سنين لورا، هيدي عم بحكيكم بشهر 3، لا قبل كمان، بال 2015، هيدي باخر 2015، عم نحكي تقريبا قبل ديسمبر بشوي. هونيك بلشت انا احكي مع جوستين مسنجر، هي ما ترد وتكبر علينا، كانت شي 6 أشهر 7 أشهر احكي معها ما ترد. وما كنت بالألماظة هونيك نهار وبنزل بوست أنا على الفيسبوك، ما بدنا نذكر شو هو، بأيامها كان في كتير مثل إنه تفجيرات ومشاكل بالبلد وهيك، فبنزل بوست أنا، بتقوم بتعمل كومنت عليها، هي مش منتبهة مين نزل البوست، وهي كانت عندي فرند، فبنزل البوست أنا بتعمل كومنت عليها، بس شفت اسمها أنا بتعرفه، يعني واحد عم بيتعرف على بنت 6 7 أشهر وما عم ترد علي، ما في ما طوعني قلبي، طلع بالتليفون هيك شيء، يرجع افرك عيوني، طلع مثل ما هي. ففوت انا كنت شوي وقح بايامها، عرفتوا كيف يعني واحد كتير. اول طلعته هيك، فبلقط فوت مسنجر ما بتني، يعني بنفس الثانيه بترك الشغل كله من ايدي بدق لها، فهي ما بترد اول مره، بحكيها مسنجر بقول لها انت فوت معها بالموضوع، شي 10 دقائق برجع بدق لها، بحكي معها 52 دقيقه. انا صرت على التليفون انه يلا هذا اول تليفون، يلا هلا بخلص، يلا بدك شيء ويرجع يفتح موضوع ثاني. هيدا اول تليفون، ما عاد عارف شو بتحكي بالمريخ واحكي بالالينز، وما ما بعرف شو بتفتح المواضيع معها 52 دقيقه. انا بقول شغله انه انا بس كنت عم بعمل سكرولينج على الفيسبوك، طلع البوست قدامي ما طلع اسمك، يعني حتى ما عرفت انا لمين عملت الكومنت، حتى ما عملت كومنت ديركت له، عملت كومنت على البوست. فما عرفت انا لمين عملت، وبس فات حكينا انتبهت انا انه عامله كومنت على البوست اللي هو نزله، سو انا اكلت الضرب لانه انا اللي فتحت ال بتصير بلا اخلاق هون، يعني اذا ما رديت عليك، اذا ما رديت انا استغليت فرصه، عرفتوا كيف؟ انه بيعرف معروف شوي عني ذكي، عندي شوي ذكي 50 دقيقه ما هي بيسكت. فبنفس التليفون طلبت اني اشوفها وهي من بتعرفوا يعني بين ايه ولا، اكيد لانه ما بتعرفني يعني كيف بدها تشوفني، فبين ايه ولا وايه ولا وهيك رفضت. ثاني يوم انا من الصبح صباح الخير جود افترنون وجود نايت، ما كابس فيها مش عم حل عنها، قامت هي تعبت وقلت لها اوكي بشوفك. فبروح هونيك نهار بكون عندي تصوير نهار 4 بسانتا بريري بجبال، هو اللي بيعرفوا بجبال بالبيبلوس هو ريسورت على البحر، كنا صرنا بشهر تقريبا شهر 5 2016. صح. قوم بنزل على الريسورت، انا كنت لابس قميص بيضاء تيشيرت مثل هاي بس بيضاء، كنت ايام قبل اللي ما بيعرفني من قديما سوري يعني ما كنت بقطع ولا اي طريقه، عرفت ضعيف وباكس بس ضعيف، يعني الباكس مبينين على الضعف غير انسان كنت كليا،
واقرع وبلا بلا دقن عن جد خفيف دقن يعني كان شيء ثاني كليا. كنت صغير كنت طيب. طيب والله انت بتشوفيني بغير ما انا اشوف حالي انا الارض مع ام غزال. ايه لا انت كنت تكوينك بس مش مكتم لي يعني وجهك صغير كان منخار كبير كان قبل ما ارجع اعمل له عمليه وبلا بلا بلا. فمهم بقوم انا بحكيها بتقلي انا بجبال مسربه من عند اصحابي سابت هي عند اصحابها ايه بقطع بشوفك بسانتا برين انت خلعت سبرنت انا بس عرفت طلعت سبرنت من تحت لفوق وصلت على راس سانتا بريري لقيت الكاميرا بايدي انا وناطر على الطريق بتجي هي معها كان هيونداي فيلوستر بايامها بتصف وبتنزل لابسه والله العظيم ما بنساها لابسه توب بيضة هيك لهون هيك بتشبهها بس في لها كتاف وبادي يعني وبانتس احمر صح؟ كوراي كوراي تقريبا احمر على كوراي وشوز ابيض بيجري صح نزلت وعامل شعره جدولي جدلتين ف بشوفه انا قلبي يعني ما بعرف صار يلبد ويخبط هلا انا انه كان عند الحشرية انا اتعرف عليه فمن هنيك النهار خلص انه انا مثل بتعرفوا الرجال اللي عم تحضرنا هلا رجال خصيصا بيعرف حاله يعني هيدا الشخص بده اياه لا مهم تاني يوم كان نهار اربعة تاني يوم الخميس باخد جس بحكيها بروح بلتقى انا وياها بمطعم اسمه كسار بجبال نتعشوا مع بعض هون الضحك بتلابس سالوبات قميص بيضه وجينز يعني انا قميص هذا anyway عم تصلحي لي دخلي ماشي وصلنا على كسار وهي لابسه مرتبه كتير قعدنا بكسار هلا وصلنا نحن بعتقد على المطعم شي 8 ونص 9 الا ربع صح حشا الله قعدنا شي بالوقت اللي نحن عدينا يمكن بيطلع شي ساعة بيجوا بيقولوا لنا كلوزنج طلعنا بسألنا وحدة مش حاطونا من محل لاست اوردر ما لاست اوردر طلعت جوستين طلعت فيه نحن نضحك من قلبنا انه معقول يعني انه وصلنا للكلوزنج رح يحاطونا العالم شحطها هيك هيك التبليشت ما شحط وكفت الايام رجعت صار كل مرة رون كان شغل بالاوشن بيصور فكل كل نهار احد بس يكون كل نهار ايه كل نهار احد بس كل ايامنا يكون عم يعزمنا على الاوشن نتسبح على الشغل الاحد بيتش بارتي وهيك هلا انا اول شيء بلشت كان رفقه لانه انا اوريدي هو كان بعده تارك جديد وانا بعد تاركه جديد وانا ما حتى براسي انه بدي احكي مع حدا ولا رادي وهو كمان بس انه بلشنا اساس رفقه ونقضي وقتنا مع بعض يجي لعند على البيت كانه هو رفيقه وجربت انه راجعه لاكستو جرب انه يرجعني لاكستو بس انا كنت عارف من الاول انا كنت كانت قلبي حسيت كنت قلها انه بدي تضل رفقه لانه انا كنت كثير مجروح من الريليشن القديمه بس كنت عارف كان في شيء عم بيقول لي من جوا انه بدك اياها للبنت لو شو ما صار يعني كنت عم بتردد فشخه بس 10 فشخات لقدامي ما عم لحق يعني وبوقتها انا بتذكر اني حكيت اكستو على الواتساب قلت لها انه ولو كيف تعملي هيك بروني وروني قلبه طيب وحرام تخسريه وهيك ما عطيت اهميه للموضوع بقى صرت انا بقول بقلبي انه حرام شو خسرت هالبنت يعني انه خسرت روني ايه ما كنت عارفه انه انا رح اربحه يعني منيح اللي ما رجعت له سو انا كنت بشتغل بالالمازة بايامها انا ما كنت اشتغل كنت اشتغل بالالمازة بايامها بالنهار وبالليل كان في باب بيجوني اسمه لود قديما كنت اشتغل فيه بالليل بس خميس جمعه سبت احد دخيل خميس جمعه سبت صح يا خميس جمعه سبت يا بس جمعه سبت ما بذكر مزبوط الخبريه قديمه شوي من 4 سنين نحن تكون عندكم علم حكينا مع بعض يعني مثل بيقولوا ارتبطنا نحن ب 28/6/2016 هيدا النهار ارتبطنا فيه نحن من وقتها بلشت الايام بايام انا صرت بالالمازا وبين الالمازا واللود ادفع مثل كنت واقع بديون كتير كبيره فادفع تعب عمري يعني يروح على الديون وفي بنت برقبتي يعني انا كزلمه مسؤول كان لازم اهتم بهالانسان وهي حرام تركض معي كانت بايامها كانت ايام سوبر صعبه يعني كنت اشتغل من الصبح لليل من الليل للصبح كرمال اقدر اقوم بحالي لا اقدر اسس حالي مزبوط لانه كنت اكل دروبي كتير قديما انا فقامت هالبنت ضلت حدي كل الايام ما تركتي ولا لحظه ومشيت معي بالصعوبات وتحدد اهلها وتحدد اهلي وتحدد العالم كله وما خلت ما عملت شيء حطتني مثل هيك مثل حدا اساسي قدامها وصار تركض معي خلص انه روني وبس وصار تركض مع روني لا قمت وبوقتها كان الكل هيك مثل يهتنا ويتهمنا انه نحن فاشلين انه نحن ما حيطلع من امرنا شيء هون عم نحكي كنا قطعنا سنه تقريبا من العلاقه يعني بدي احكي عن شغله ضروريه في مطرح من المطارح جوستين
صدقوني ما عم بالغ يعني. شالت مني علات حقلة مراهق بيطلعوا معه, بس يطلعوا منه صعبة يعني, بده يكون في مرة كتير قوية معه ليطلعوا منه هول العلات. شالت مني علات معظم الشباب, اذا مش ثلاث ارباعهم او كلهم, معظم الشباب اللي بالعالم عندهم اياها, خصوصي بالعالم العربي عم نحكي مش بالاوروبي. معظم الشباب عندهم اياها. شو اوف, كنت كتير شو اوف انا, كان عندي ايام يعني انه انا شايف حالي مع سيارة ومع كذا, بتعرفوا ايام الشباب هودا الولاديات. فهون صارت تبرم لي راسي على موضوع مسؤولية, صرت تعمل جهد انه لا غير من هون حطه هون, لا شيل راسك من هون حطه هون, انتبه من هاي الشغل, انتبه من هيدا, هيدا رفيق انتبه منه, هيدا الزلمه ما تعاطى معه, هيدا ما تفوت معه بشغل, هيدا هروب منه, هون ادفع هون ما تدفع, هون قصر هون ما تقصر, ما خلي شيء ما عملته. عملت لي مثل نظام بحياتي من دون ما انا منتبه على فكره, لان اذا انا بنتبه على الموضوع ما بضرد. عرفت حيلا شاب ما بيقبل انه تيجي مره تقول له اعمل 1 2 3, مستحيل. فانا لو عرفت ما يعني كانت اذكى مني كتير بايامه, لحديت ما كتير تراكمت الامور بيننا وبين العيال. كانوا يشوفونا طايشين, كانوا يشوفونا تصرفاتنا مش موزونه, كانوا انه هيك دائما شو ما عملنا دائما يوقفوا ضدنا, لا اللي عملتوه غلط, احنا نكون عم نعمله انه شيء كتير طبيعي. هلا الفكره انا وروني انه من وقتها ما بلشنا نحكي مع بعضنا قضينا وقت كتير مع بعض, يعني كنا من أصل 24-18 ساعة مع بعض, لأن بهيدا الفترة مثل ما كان بقول كنا نقطع بكتير مشاكل وما كان في حدا حدنا, وأنا كنت مجبورة أكون حد روني وروني كان مجبور يكون حدي. الطريقة كتير صعبة على فكرة. ايه عن جد, يعني أيام وأوقات كتير طويلة, كتير طويلة, ولدرجة أنه أيام كنا نمشي على الطريق 500 ما معنا نطلع بالعالم هيك, تكون قاعدة بالمطعم, كنا إحنا نتمشى بالسوق قاعدة بالمطعم, سين نقول أنه إف نيالهم قادرين يقعدوا بمطعم وياكلوا, يعني احنا لهالدرجة ما كنا قادرين. وبفترة روني كان عم بيشتغل باللاود مثل ما قال بجونيا دي جي, هلا انا كنت دايما اكون معه, يعني ولا مرة تركت روني فعلا. كنت انزل على السهرة انا جمعة سبت, يعني توصل لمرحلة حرام تتعب, لانه هي جستين وضح لكم شغلة, اول سنة كنا عم نحكي عنها, نرجع شوية للاحداث. جستين كان عندها موهبة الميك اب, فبوصل علي انا من هيك النهار من الايام بلا ليك يا جوستين اذا ما بتبلشوا هيدي المصلحه بصير في زعل كتير بناتنا, وانا عم كب الكلمه انه تشجيعيا, عرفتوا كيف؟ فراحت البنات, رحت انا وياها فعلا لتشوف لوين نحن كنا بطريقه ما عم نخبط لحالنا. بروح شيل معاش الالمازة وبشيل معاش اللود بجمعهم وبنزل وياها بجيب لها برودكتس. مزبوط. بتقوم هي بتشتغل بترد لي المصاري اللي ادفعت فعاده, يعني اجلت دفعاتي مثلا 15 يوم لقدام وهي صارت تعمل هيك. ف صرنا نعمل هيك, صرت انا اجيب لها برودكت هي تدفع معي, انا اجيب لها برودكت هي تدفع معي, صرنا هيك, صرنا مثل ايد بايد, عرفتوا كيف؟ وكنت اول ما بلشت اعمل ميك اب ما كان عندها زبونات كتير, يعني انا بلشت بزبونه واحده وهالزبونه جبت لي كذا زبونه, حكيت كتير كتير هوني روني عن جد ما تركني, كان يبقى يجي يكون ناقص مثلا برودكت وعند زبونه ينط هو يجيب لي اياه من بيروت ويجي على جبال حمل لي اياه يقعد حد يشجعني دايما دايما, يعني اذا بكون عامله ميك اب كان بيقرف اول ما بلشت اللي واو شغلك بعقد وانا مش شايف مثل شغلي, فكان الدعم الاساسي هون عندي, عن جد ما تركني ولا مره. وبنفس الوقت انا ما تركته لان وقت اللي كان باللاود كان دايما اقول له يا روني انت محلك من هون, كانت تنزل عندي على اللاود اللي تطلع لعندي على السات سبت 12 وحدة بالليل العالم طربق المحل وانا عم بلعب ميوزك. واللي ما بيعرف انا دي جي صار لي تقريبا 13 سنة, وانا كمان ميكانيكال انجينير كمان صار لي شي 12-13 سنة, كان عندي جراج قديما بلبنان قبل ما اوصل على هول المصايب كلها. ودي جي هلا مخبركم كيف تطورت وين صرت بالدي جي مصلحتي يعني. فكانت قلي مطرحك مش هون, مطرحك مش هون, كل جمعة وصلت, كل جمعة وصلت لعب بالله وتطلع علي على السات, وانا انكسر انه ليش مطرح بس مش قادر اطلع من هون, يعني انا بالوضع اللي كنت فيه ما حدا بيعرف مين انا. فننقصب بطلع انا من عائلتي كومبليتلي, بسكن لحالي بجبال بفوية, باخد فوية بجبال, كان شغلي بالألماز على الدورة, كنت انزل كل يوم 5 الصبح من جبال على الدورة. صارت ايامنا ترجع لورا, مش من ورا طلعت جبال, من بعد الجبال صارت ايام ترجع لورا, ترجع لورا. لو هنيك نهار كنت بالقلاعات, انا ضيعت القلاعات بكسروان, كنت فوق انا بالبيت بيجيني تليفون بيقولوا لي بدهم اياك باجتماع بايرس بيروت.
وانا ايرس يعني انتم مثل ما بتعرفوا اللي عم يحضرنا ولبناني بيعرف شو يعني ايرس بيروت. هو مالتي ناشونال كومباني ومحل كتير حلو يعني كل العالم بتعرف. قلت لهم انا، قالوا لي ايه انت بتنزل على ايرس بيروت الساعه 7 نهار 3 ما بنساها. دوروا بنزل على ايرس هون بتقلي جوستينا تشوف الدعم بتقلي شو ما كان ما تفكر بالمصاري، فوت وعمول حالك، فوت وطلع السلم درجه درجه ما تفكر بالمصاري. ضلي تقلي اياها. وصلت على الاجتماع عم يحكي معي قلت له ما بيهمني المعاش، اول كلمه قلت له اياها بس بدي فوت. ففتت على ايرس وابرزت حالي مزبوط يعني، وكبرت كبرت بطريقه كتير سريعه. كل 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 المانجمنت تحت صارت تهنيني وتقول لي برافو. استلمت شي 6-7 محلات غير ايرس مع الشركه وقلعت. لهونيك النهار بتتراجع ايامنا كتير لورا يعني. بصير انا بقى معي سياره، شغلي بالداون تاون، جوستين بجبال، انا ساكن بجديده، بدي اطلع جوستين جمع الالف ليره الالف خمسة لاطلع باص خلص انتهيت يعني. وصلت لمرحله انا وجوستين ما معنا نشتري بونجوس نشرب على الطريق. وصلنا لمطرح كتير صعب. علاقتنا فكره كانت انه احنا عن جد ما معنا مصاري. وصلنا عن جد عن جد فعليا عم خبركم اياها كانه صايره امبارح. اطلع ماشي من الداون تاون 3 الصبح ما معي سياره، ما في تاكسيات ما في سيرفيسات. اللي بيعرف البيروت بيعرف الداون تاون. كنت امشي من تحت على جديدة 45 ل 50 دقيقة الساعة 3 الصبح بعد شغل كل الليل، انزل 5 بعد الظهر في 3 اشتغل 10 ساعات ببيروت. وقفت شغل الماظة. وجوستين بهذا الوقت كانت عم تكبر شوي شوي بالميك اب عم تقوى. هونيك النهار كنت بجراج ببلونة عند صاحبي، بدق لي تليفون من الشركة اللي بشتغل فيها طبعا ايرس، بيقولوا لي ديسمبر 2017 رح يفتتحوا ايرس بحرين، فبالدنيا نقل دي جاي برا. بس يعني بدي اطلع قبل بشهرين انا من 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 ديسمبر. فقالوا لي معاشك عطولي رقم. فمهم بطلع بنزل على جوستين بخبرها انا، بعد انا وياها بخبرها. بتزعل كثير بتزعل لانه انا كان اهتمامي بالسفر مثل ما بيقول واحد شاف شيء وخلص اندهش فيه. اندهشت بالسفر كثير ونسيت انه في شخص هون بحبني كثير معي هو اللي دعمني كل هالايام. انا زعلت انه خلص فيلل يعني انا ما بعرف اذا حرجع. ايه بس انه انا كانت الرياكشن تبعي شوي مأذية انه انا مسافر خلص عرفتوا كيف. بس انه انا مش يعني ما نسيت الشخص اللي بحبه. إيه بس ما عطيته انه انا يا قلبي زعلان انه انا مسافر، انا خلص انا مسافر. فبطلع على البحرين سيزن ايرس عم نحكي. والله العظيم كل شيء ما عملته بلبنان، كل شيء ما صرفته بلبنان فشيت خلق في برا. جيت على لبنان ما معي ولا ليره أول سنة. رجعنا على الصفر اول 6 اشهر رجعنا على الصفر. من هالنقطة صدقوني بس شفتها هونيك نهار عم تبكي من ورا هالموضوع قلت خلص ما بدها. اخذت ديل تاني، تركت ايرس، اخذت ديل حد بوجه يعني كومبيتيتور ايرس بالبحرين تريبل المعاش. نقلت على الشركة الكومبيتيتور تبع ايرس. قبل ما سافر كانت سفرتي على البحرين بالتعليم يعني كانت طيارة 13 اوغست 2018. ب 11 شهر كان عندنا عرس انا وجوستين. تخيلوا وين كنا. 11 شهر طلعت على العرس بالباص لابس بدلتي وطالع عند جوستين بالباص من جديدة على جبال. كنت عاملكم مشقفين انا وجوستين. وقوم كل هالفترة عن جد ما كان معنا مصاري. الا لا هيدي بواحد الشهر 1 اوغست 1 اوغست قبل اوغست تعمل لها جوستين بدي اشوف بيت. قالت لي وين ما تشوف بيت ما معنا ولا ليرة، 1005 ما معنا بجيبتنا. صح بالفعل. قلت لها بدي اشوف بيت يا اختي. كنت انا بفترتها عم بشتغل بالصيفية يعني كل اللي كنت عم بشتغلهم هو رجع من البحرين ما كان رابب كتير مصاري فراحوا. كل اللي كنت عم بشتغل عم بالصيفية كان عم نصرفهم على انه اذا اضطرينا انه نظهر لمحل مثلا اجانا هيدا العرس اضطرينا انه نجيب تير. فكان من شغلي انا بس روني بهيدي الفترة كان انه مخوتر يعني وضعه المادي. بقوم بواحد اوغست بقبض يعني معاش. صدقوني ما بعرف اخبركم والله العظيم قبل اوغست ب15 شهر اللي قبله بطلع انا وجوستين نعمل فتلة على البيوت. بتقول لي هم مجنون انت شو عم تنهمل تضحك علي. وقتها عم نقول طلبنا على حالات بقول لهم بالحرف الواحد بدي بيت في جاردن او روف، يا جاردن يا روف. قالوا لي عز الطلب فرجوني ملف في ريزيدانس عم تفتح ب باترون عم بيعمروا 5 بلوكات كل بلوك فيه 4 فيلل. بتحبوا تشوفون الفيلا؟ احنا مش مفكرين فيلا مفكرين ببيت في جنينه. قالوا شوفوا فتح لي الصور طلعت فيهم 3 طوابق الفيلا روف وجاردن وباركينج فيها كل عز الطلب اللي بدنا اياه. قالت لي جوستين بكون حقش 500,000. قلنا له ده حقه. قال لي لسعر كثير واطي 170,000
بتقوم جوستين بتقول لي ايه بس مع 170,000 وهيك شكلها حطلع صغير كتير. طلعنا طالع شوفه بتحب تطلع معي تفضلي. قلت لها بطلع دورنا وطلعنا عليهم بس شفتهم هون صدمت. قلت لها هذا هو البيت. انت ما تفكر مرتين هذا هو البيت. طب هذا هو البيت بس كيف بدنا نجيبه؟ انا ما معنا ولا ليرة كيف نشتري البيت؟ ما معنا شيء يعني مش عم بمزح معكم يعني اذا بيع تليفوني ما بيعمل لي 200 دولار بايامك. بنزل على مونت ليبانو وبتروح الخبرية 15 يوم بقبض معاشي من الشركة اللي كنت فيها بيطلع 1000 دولار كان قبضت معاشي 1000 دولار. ديانت من صاحبي 500 دولار خدت 1005 ورحت على مونت ليبانو كان عند الدفعة الأولى عند الماتر تبع الشركة كلها. الماتر هو اونر الشركة والمدير اللي طلع معنا اسمه جوزيف عون الله يوجه له الخير كمان. بنزل لعندهم على المكتب بعد عن جوستين ما كانت معي كنت انا تحت. بنزل فوت لعند الماتر قال له هيدي الشقة انا شفتها بدي اياها هيك سكرت باب وراي قاعد انا والمدير والماتر. بيقول لي الزلمة بقول له قديه دفعت الأولى؟ بيقول لي 9000 انا معي 1500 دولار. قلت له انا مش ظاهر من هالمكتب قبل ما ياخذ كنترول البيت لانه انا اذا بشوفه عم تبكي لجوستين بنتحر. هذا البيت بدي اياه المره خيي انا بدي ادفع لك اياه. انا طالع على البحرين بعد 10 ايام كل شيء معي من برا ببعث لك اياه. قام الزلمه عن جد هذا الزلمه انا ما بدي له الا بالخير هو ولاده يعني الله يفرجيهم ايام حلوه. بيعمل لي الكونترا بمضيني اياه بيدفع هو 7500 فوق مصرياته للزلمه وبصير قسط له له للبيت مع بعض بصير سندنا بالشهر انا وجوستين 3.5 3500 دولار بالفجر للنجر عم يشتغل. طلعت على البحرين والله العظيم قضيت سنه ونص ما اشوف الضوء. اطلع من البيت على الشغل من الشغل على البيت اكل اكلاتي على قد. عملنا البيت وعملنا العرس خلصنا كل شيء وكتر خير الله اليوم ايامنا لك وصارت وفضله هي لانه صدقوني لو ما هي ما طلعت اول شيء على السفر ولو ما هي كنت عم بعطل عم صدقوني عم بعطل المعاش كله. كانت عن جد شو هالمره القديره يعني تروح تقسم المصريات تروح عند صاحب البيت تخلص له تروح عند كذا تخلص لهون قسمت. جيت على لبنان انا صدقوني جيت مثل واحد جاي على طبق من فضه جيت ما في شيء كل شيء تمام كله كول خالص الامور. بكل هيدي الفتره كانوا اهلي انا وانهم راضيين على رونيا وكانوا يعني رفضين رفض تام كما بيقولوا انه انا احكي مع روني. بس انا بهالنقطه انا ما بحياتي قدرت اني اسمع لانسان او انذار لانسان اذا انا ماني مقتنعه. يعني انا كنت بهيدي الفتره مقتنعه انه روني شخص منيح لو كل العالم شايفته انه هو عاطل. انا بنظري روني انسان كتير منيح يمكن في قصص جواته منيحه بس عم بيتصرف في العكس. فضليت سابر تقدر طلع منه هيدا الانسان المنيح. فما كنت ارد على حدا وكانوا اهلي رافضين وبقيت على مشاكل انا اليوم على فتره طويله.